محمد غريب. كلنا يعني متعودين دايما منكم على كل جديد للعملاء بتاعكم في شهر رمضان. اه طبعا. كل سنه. الجديد السنه دي ايه بقى؟ البوكس بتاع تحبوا دوت عباره عن 7 قطع. دي مكوناته مبخره سبحه الكترونيه وسبحه كارت اذكار وسجاده صلاه ومصحف وفي الوان كتير برضه. المصحف كده ورينا المصحف. طب هات ده انا هساعدك. انا معاك. في منه اشكال كتير. ده صناعه كتير. كامله ليك. انت اللي صانع الحاجه. ان شاء الله. وطبعا على كل الازواج سواء سيدات او رجال. طبعا اختلف بقى الالوان. في بدل اللون 10 الوان. جات لك الفكره منين؟ فكره ان انت تعمل ما شاء الله. والله دي كفكرة برضو كحلوة في رمضان، عايز حد ياخده هدية. المصحف برضو والناس يعني في رمضان كهدية حلوة يعني في رمضان. يعني لحد خاطب لحد طبعًا. كبير مش شرط ان يكون يعني طفل ان هو يفرح بفكرة الفانوس بس. وذكرى حلوة في البيت. طبعا. ايه تهمين الاشكال اللي موجودة عندك؟ اختلاف الالوان برضو. هو البوكس مكون من 7 قطع. اختلاف الالوان. وفي حاجات تانية كتير برضو من صناعتنا برضو. البوكس ده عامل كام؟ ده عامل 220. 220. 220 يعني يعتبر انت بتبيع بسعر الجملة اصلا. نفس اسعار السنة اللي فاتت على فكرة. ما زودتش مع غلوات الاسعار ديت. لكن ما زودتش. ما رفعتش. عشان احنا اللي مصنعين. انت اللي مصنع فبتبيع بسعر طبعا. بسعر بسعر الجملة. طبعا. عندك ايه تاني بتصنعه هنا؟ يعني الحتة ديت برضو انا اللي مصنع. دي صناعتي انا. الحته دي جديده برضو السنه دي، ما كانتش السنه اللي فاتت. دي ايه بقى؟ دي بوكس برضو اسمه فانوس اسلامي. بيعمل ايه؟ بيغنوا بيقول بحو برضو. طب ممكن نسمع. طيب شغال؟ شغال بس هو صوته واطي. ده بيصوصو ده؟ هو بيقول اغنيه على رمضان برضو في الاخر. هيغني دلوقتي. هيغني. صناعه صناعتنا. طبعا انتو. ودي برضو طبلو نتيجه. ده برضو انا اللي مصنعه السنه دي برضو. وبرضو ممكن اطبع لك صوره. فكره جديده وجميله. دي عامل 85. 85. ممكن اطبع لك على صوره برضو زي حاجه زي اللي جوه دي كده. بطبع لنا صوره برضو لو حد عايز يطبع صوره. مع اختلاف برضو الشخصيات موجي وطمطم الحاجات دي برضو. بكل الاشكال. ودي برضو صناعتي برضو. ده برضو لو حد عايز يطبع اسم على الفانوس صوره برضو مفيش مشكلة. احنا اتعودنا على الحاجات دي وبنشوفها بس انا شايفة ان انت شوية بتجدد. يمكن طبعًا. النوتس الاجندة النتيجة دي كل حاجة. في برضو عندي كم عندي النهاردة السنة دي 10 قطع جداد يعني عن السنة اللي فاتت. ايه اللي كل عشر. مادة. ايه العشرة؟ تعالي اتفضلي معايا. دي مبخرة كعبة برضو. دي برضو من صناعتنا برضو. عاملة كام؟ ده عاملة 35. 35؟ بس. دي برضو كفانوس ليا برضو. دي برضه انا عامل الحته دي ده السنه دي. ايه الفكره فيها؟ ان هو فانوس بوكس واحد راح لخطيبته مثلا. بيغني وينور برضه. حته جديده برضه. بوكس خشب. بوكس خشب. عامل كام البوكس؟ ده عامل 120. 120 بس؟ 120. 120 وعندي حاجات ارتفاع الاسعار. لكن انت ما زلت محتفظ بسعر الجمله. طبعا. ودي طباعه برضه. شغل الطباعة برضه، لو حد عايز يطبع برضه الطباعة على الفانوس. أي فانوس هنا أنا بطبع لك عليه.